المشروع الصهيوني. وبالتأكيد لدى الجميع الكثير ما يقوله في مشروع مواجهة المشروع الصهيوني، ولكننا اليوم بحاجة أكثر لأن نقف جميعاً ونعلن أننا مع المقاومة مقابل أنهم مع أمريكا وإسرائيل. هذا الموقف يحتاج لحملات دفاع عن المقاومة، حملات قوية تدافع وتسجل حضوراً بارزاً، لأن هناك أيضاً حملات ضد المقاومة، حملات إحباط، حملات تشكيك، حملات انحياز للمشروع الصهيوني. هذا المؤتمر كما هو تاريخياً هو منحاز للمقاومة، لكن أعتقد أن اليوم المهمة أصبحت أكبر والمسؤولية أصبحت أكثر وضوحاً، وبالتالي نحن بحاجة لصوت الشعوب العربية لأن تقف وتؤيد المقاومة بكل ما تملك بالكلمة والرأي.